خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمين. لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلم. أفديه من بطل مهيب إن سطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي. بطل نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي. حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربان وفي الحفيرة قد رمي جاءوا به إلى ابن زياد فمذ رآه قد جاءه القصر غير مسلم. قتلوه ضامن لم يبل فؤاده ومسلما. أفنيه من ضام الحشا متضرمي. لما وصل الخبر إلى الحسين قال إلي إلي بيتيمة مسلم. جاء بتلك الطفلة أجلسها أخذ يمسح على رأسها كما يمسح على اليتامى. أحست بالوجع أحست باليتم نادت قلبي كسرته يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بجفك علي تمسح على راسي ودمع العين همال. ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال جني يتيم الكافيال الله منها الأهوال. خليت عبراتي على خدي جرية مسحك على راسي تركت القلب الذايب. هذا يا عمي من على مات المصايب قلبي فلت روع حيث أبويا بالسفر غايب. طول الغبا عساه يعود لي
قال لها: أنا أبوك يا بنية، أنا من الآن أبوك. بأبي وأمي أحست بالوجع وألم اليتم، ضمها إلى صدره، ضمها إلى صدره والدمع يجري من الخدود، وقالها: يا ثكلى والدك ما ظنتي يعود. صرخيت وظلت تنتحب وبروح الجود، ناديت: يا عمي لا تفاول بالمنيه.